وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدا تتولى بموجبه تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة. ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم، تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل للتأثيث بأحدث أنواع الأثاث المكتبي الذي يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة. ده تكليف كان من القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع لتأسيس الحي الحكومي في العاصمة الإدارية اللي بيشمل جميع الوزارات والهيئات المختلفة. تم تنفيذه الحقيقة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع على مدى 3 مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. الآن العاصمة الإدارية الجديدة بها جميع الحي الحكومي بجميع الوزارات تم الانتهاء منها من تأسيسها تماما بحلول 15 يونيو الحالي. جميع الوزارات هتنتقل هناك، وانتقل فعلا جزء منها والباقي ينتقل تباعا.